هناك أناس يشدون الرحال لزيارات الأولياء كما يسمونهم، ويذبحون لهم الذبائح ويتبركون بالتراب الذي هم مدفونون فيه، فما حكم هؤلاء؟ ولا سيما أن منهم من يذهب إلى قبر البدوي والدسوقي وغيرهما. هذا شرك بالله عز وجل، الذي يذبح للقبر، الذي يذبح للقبر ويستغيث بالميت ويتبرك بتربته، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، يخرج من الملة. فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويتركوا هذا العمل الشركي الفظيع، وأن يصرفوا عباداتهم لله عز وجل، ينذرون لله ويدعون الله ويستغيثون بالله، ولا يدعون مع الله إلها آخر ولو كان البدوي أو غيره. لا تجوز العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم كافرين وتوعدهم والعياذ بالله، فالواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله. نعم.